تحرك وطني بالقصبة لعملة الحظائر من الفئة العمرية 45-55 سنة يوم 14 من فيفريال الجارية. البارحة أحبطوا 3 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 223 مجتازا غير نظاميا. ملتقى وطني بشرف وزير التربية لإعداد الخطة العشرية التربوية 26-2035-2000. وفي العالم واشنطن تحذر أنقرة بشأن صادرات قد تعزز المجهود الحربي لروسيا. إلى تفاصيل النشرة، حيث أعلنت التنسيقية الوطنية للحركات الاجتماعية بأن مجمع التنسيقات الجهوية لعملية الحظائر قرر تنفيذ تحرك وطني يوم 14 من جانفي الجاري بساحة الحكومة بالقصبة، وجاء ذلك وفقا لنص البيان الذي نشرته التنسيقية بأن التحرك يأتي احتجاجا على ما اعتبرته تواصلا لسياسة التسويف والمماطلة في تسوية وضعيات عملية الحظائر المتراوحة أعمارهم بين 45-55 سنة. وفي السياق ذاته، استنكر المجمع عدم تطبيق القانون عدد 27 لسنة 21-2000 الذي ينص على تسوية عملية الحظائر من هذه الفئة العمرية، منددا بعدم إدراج أي اعتماد ضمن ميزانية الدولة لسنة 23-2000 لإدماجهم في الوظيفة العمومية، وأكد عزم منظوريه على مواصلة النضال بكل الطرق والأساليب القانونية من أجل المطالبة بتسوية وضعيات عملية الحظائر. وفي السياق ذاته، جدد مطالبته بالشروع في إحداث منصة إلكترونية لتسجيل الراغبين من العمل في الحصول على سك مغادرة والانتداب، كما نبه مجمع التنسيقات الجهوية لعملية الحظائر من أن ملف وضعيات العمل المتراوح سنهم بين 45-55 سنة ظل يراوح مكانه منذ أكثر من سنة ونصف، لافتا إلى إنهاء التشغيل الهش يقتضي إيجاد حل لهذا الملف العالق، خصوصا بعد صدور الأمر عدد 54 لسنة 23-2000 المتعلق بضبط أحكام استثنائية لترسيم الأعوان والعمل الوقتيين والمتعاقدين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية. وفي سياق آخر، تمكنت الوحدات البحرية العاملة بمناطق المهدية نابل إصفاقس بإقليم الحرس البحري بالوسط والساحل في الليلة الفاصلة بين 3 و4 من فيفريال الجاري من أحباط 3 عمليات هجرة غير نظامية بسواحل مرجع النظرة، وضبطت الوحدات العائمة وفق ما أكده المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي حجز أو ضبط 223 مجتازا غير نظاميا، من بينهم 215 شخصا من جنسيات جنوب الصحراء والبقية تونسيين جاري التحري معهم. وفي سياق رؤية تونس للتربية في أفق 35-2000 وتناغم مع أهداف المخطط القطاعي 23-2025-2000، وفي إطار العمل مع مختلف الشركاء على المستوى الوطني والدولي، نظمت وزارة التربية بالتنسيق مع مكتب اليونيسيف بتونس وبرنامج الشراكة العالمية من أجل التربية ملتقى وطني تحت إشراف وزير التربية محمد علي البغديري، وذلك أيام 3، 4، و5 من فيفريال الجاري، خصص لإعداد الخطة العشرية التربوية 26-2035-2000، وذلك بمشاركة ممثلين عن المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والوزارات المعنية والشركاء الماليين والفنيين. أعلن المعهد الوطني للرصد الجوي أنه من المتوقع هطول أمطار متفرقة متوقعة بالشمال خلال الليلة القادمة، ومن المنتظر أن تكتسي صبغة رعدية بأقصى شمال غربي، وتتراوح الحرارة وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي ليلا بين 7 و12 درجة، وشدة الرياح تتطلب اليقظة قرب السواحل، والنشرات التحذيرية سارية المفعول بالنسبة للملاحة والصيد البحري، أما البحر فشديد الاضطراب. ضرب زلزال بلغت قوته 4.6 درجة على مقياس ريختر اليوم سبت محافظة ديالى العراقية، وأفاد بيان صادر عن الهيئة العامة لأحوال الجوية والرصد الزلزالي بالعراق بأن الزلزال وقع على بعد 14 كيلومتر شمال شرق خنقين من محافظة ديالى، وأن المواطنين في المحافظة قد شعروا به، وطلبت الهيئة المواطنين بضرورة أخذ الحذر.
حذرت الولايات المتحدة الأمريكية في اليومين الماضيين من تصدير مواد كيميائية ورقائق دقيقة ومنتجات أخرى إلى روسيا يمكن أن تستخدمها في مجهودات الحرب بأوكرانيا. وحذر مسؤول أمريكي كبير من أن بلاده قد تتحرك لمعاقبة الشركات والبنوك التركية التي تنتهك العقوبات على موسكو. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. تحرك وطني بالقصب لعمالة الحظائر من الفئة العمرية 45 سنة 55 سنة يوم 14 من فيفري الجارية. البارحة احباط 3 عمليات هجرة غير نظامية وضبط 223 مجتازا غير نظاميا. ملتقى وطني بإشراف وزير التربية لإعداد الخطة العشرية التربوية 26 و2000 35 و2000. وواشنطن تحذر أنقرة بشأن صادرات قد تعزز المجهود الحربي لروسيا. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.